عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة الخاصة في هذا المحور الثالث من هذه الحلقة حول غزة. في هذا المحور سينضم لي المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ. أستاذ سامويل، مساء الخير. مساء النور يا أستاذة جوزيفين، شكرا جزيلا على الاستضافة، شكرا لك، شكرا للقناة الجديد. أهلا وسهلا أستاذ سامويل. لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بكل جهدها لعدم إقرار بند وقف إطلاق النار في غزة على الرغم من كل المجازر التي نراها بحق الأطفال والمدنيين؟ إذن كما سمعنا من الوزير بلينكين الأمس، هو كان في المجلس الأمن في الأمم المتحدة، وهو كان يتكلم حول الإمكانية لنبحث عن الأوقفات المؤقتة الإنسانية. نحن لا نتكلم حول وقف إطلاق النار، لأن حتى الآن الولايات المتحدة ترى أن الدولة الإسرائيلية لديها الحق للرد لهذه الهجمات الوحشية الإرهابية من حماس اللي رأيناها منذ أسبوعين. أنا أعرف هذه الأسبوعين كان أسبوعين صعب جدا، ونحن لدينا قلق شديد بالنسبة للضرر للمدنيين، ولذلك الرئيس بايدن هو قام بهذه الزيارة الأخيرة لإسرائيل ليتكلم وليسمع من الإسرائيليين ما هي الخطة لديهم، ما هي التفاصيل لديهم بالنسبة للرد المناسب والرد الذي يتجنب الضرر للمدنيين. نعم، ولذلك الوزير بلينكن هو كان يتكلم حول الإمكانية لنبحث عن الإمكانية للوصول إلى الأقل إيقافات أو أي استراحات إنسانية لوصول ولكنكم المساعدة. تعترضون على إقرار البند المتعلق، يعني القرار البرازيلي والقرار الروسي. يعني قبل أن أناقشك بما تفضلت به حضرتك، ولكن في قرارين روسي وبرازيلي اليوم يناقش في مجلس الأمن. الولايات المتحدة الأمريكية تضع عليهم الفيتو، وبالتالي لا تريد وقف إطلاق النار لكي تستمر الآلة الإسرائيلية بقتل الأطفال والمدنيين في غزة. ونحن هنا لا نتحدث فقط عن هدنة بسيطة، نتحدث عن مجزرة تقام في غزة. إذا الولايات المتحدة ترى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لديها الإمكانية لتلعب دور مهم في ليس فقط في هذا الصراع ولكن في كل الصراعات الدولية. ولذلك نعم، نحن نشتغل مع الدول الأخرى في مجلس الأمن، نحن نسمع منهم، نحن نبحث ونراجع كل التفاصيل في هذه المبادرات من روسيا من برازيل، ولكن حتى الآن الولايات المتحدة لا ترى أن هناك توازن في هذه المبادرات. هذا لا يعني أن ليس من الممكن أن نستمر في هذا الشغل المهم في نيويورك في الأمم المتحدة، ولكن حتى الآن الولايات المتحدة لا ترى أن هناك تفاصيل كافية بالنسبة لكل المسائل المهمة لكل الدول. ونحن نرى أن الدولة الإسرائيلية كأي دولة، إذا الدولة اللبنانية أو مصر أو الولايات المتحدة أو أي دولة كانت تعارض لهذه الهجمات من حماس من هذه المجموعة الإرهابية، أي دولة لديها حق للرد. نعم. طب أستاذ سامويل، أنا أريد أن أسألك، تفضلت حضرتك وقلت بأنه هذا ردا، حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ردا على الهجمات الإرهابية والهمجية والإجرامية، ربما قلت ذلك لا أدري، التي قامت بها حماس. أنا أريدك فعلا في هذه المقابلة أن تتخيل الصور التي تراها، إن كنت ترى صور، وإن كنت لا ترى فأنا هنا أمامي صور. هذه الصور التي تظهر في غزة كل يوم، كل يوم صور أطفال وأكفان. هذه الصور من غزة، الأبنية التي تهدم وتقصف على أبنائها. إن كنت ترى هذه الصور في كاليفورنيا على سبيل المثال، هل حينها تقول بأنه من حق أحد أن يدافع عن نفسه؟ ألا تقول بأنها جرائم ضد القيم الإنسانية التي تتغنون بها؟ ماذا لو حصلت هذه الجرائم بكاليفورنيا؟ شو راح يكون رأيك؟ أنا لازم أقول لك يا أستاذة جوزيفين، تتكلم معي مثل أنا محلل سياسي. لا أبدا، أنا أتحدث معك بصفتك كمتحدث باسم الخارجية الأمريكية. نعم، إذا لازم نتفق على أن أنا هنا، أنا جلس أمامك وأنا اتفقت مع الفريق معك لنعمل هذه المقابلة لنعطيكم الموقف الرسمي من الولايات المتحدة.
ومش مناسب بكسرها لتتكلم معي مثل أنا مش إنسان. أنا إنسان. وحد الأسبوعين أنا رأيت نص الصور ونص الفيديوهات التي أنتم وجمهوركم رأيتم. نعم، ونعم صعب جدا، والرئيس بايدن هو كان يتكلم عن ذلك، هو كان هل يقول قال إن هل عندك قال أي مشكلة. الرئيس بايدن أن هذه مجازر بحق القيم الإنسانية التي تتغنون بها؟ هل ترون هكذا؟ يعني ما رأيكم بهذه الصور التي ترونها في غزة؟ فعلا أنا أريد فعلا أن أسمع رأيك أستاذ سامويل. يعني لماذا يعلق العالم الغربي العمل بحقوق الإنسان عندما يصبح الأمر يتعلق بقتل الفلسطينيين؟ لماذا؟ إذن لا نرى ذلك ولا نقول ذلك ولا نقول إن ليس لدينا حزن شديد. لدينا حزن شديد، لدينا قلق شديد. نحن نبذل كل ما في وسائلنا الآن لإيصال المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني، ولكن من اللازم من وجهة نظرنا، أنت تدعوني لهذه المقابلة لتسمع، أعتقد أنا لتسمع الموقف الرسمي الأمريكي. أنا الناطق الرسمي الأمريكي، أنا مش هنا كمواطن أمريكي أو كشخص، أنا هنا كناطق رسمي وأنا سأقول لك الموقف الأمريكي. ونحن نرى أن من اللازم أن نضع المسؤولية في المكان المناسب. وهذا حماس منذ أكثر الآن من 16 سنة 17 سنة، هذه المجموعة الإرهابية كانت تسيطر على قطاع غازة بدون أي شيء إيجابي، بدون تقدم أي شيء إيجابي للشعب الفلسطيني. نعم هذا لا يعني أن ليس لدينا قلق شديد بالنسبة لقتل المدنيين، لا نحن نشعر بالحزن. أنا شخصيا أشعر بالحزن. ولكنكم تبررون هذا الأمر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بالوسائل التي تراها مناسبة. كيف يمكن أن تشعروا بالقلق تجاه الحالة الإنسانية في غزة والمجازر التي ترتكب بغزة وأنتم تعطون إسرائيل ضوء أخضر أولا بمنع إقرار بند بمجلس الأمن قرار يوقف إطلاق النار، ثانيا بالتضامن معها يعني وبوصول حاملات الطائرات التابعة لكم إلى شواطئنا؟ يعني كيف يمكن أن يستقيم ما تقوله حضرتك أستاذ سموال مع هذا الأمر؟ هناك كثير في سؤالك، أنا لا أفهم. هل أنت تريد أن أتكلم حول حملات الطائرات المقاتلة أو القرار في مجلس الأمن أو لا، أنا أقصد كيف الإيصال نعم المساعدة الإنسانية؟ أنا لا أفهم. أنت يبدو حضرتك تقول أنه أنت تشعر بالقلق إذا ما يحصل في غزة، أنا أسألك كيف تشعر بالقلق وأنت تقدم كل وسائل الدعم لإسرائيل؟ إذن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل علاقة طويلة المدى وعلاقة وتيدة، وليس هناك أي تغيير في هذه العلاقة. كما كانت لديها الولايات المتحدة علاقة وتيدة مع الدولة الإسرائيلية منذ زمان، ولكن هذا لا يعني أن هذا الرئيس لا يرى أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة. لا، هو يرى ذلك، هو قال ذلك من اليوم الأول من إدارته، وهو أخذ القرار لاستأنف العلاقة مع الفلسطينيين، واستأنفت هذه الإدارة تقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين. وفي نعم نهاية المطاف، بالرغم من يا جوزيفين، بالرغم من كل هذه الصعوبات أمامنا، سمعنا منذ أيام كلمة مهمة من رئيس بايدن ومن وزير بلينكين، قالوا إن بالرغم من كل هذه الصعوبات، بالرغم من كل هذه الظروف الصعبة أمامنا، من اللازم أن لا ننسى أن الحل الوحيد لأي صراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن تكون عبر حد الأنف من هذه المجموعة الإرهابية حماس. لا، لازم الحل يكون حل طب هل تفاوضي اوكي بين الجانبين للوصول إلى حل دولتين. هل صحيح بأنكم يعني تدعمون أو لا تدعمون الغزو البري على حماس تحت عنوان على غزة تحت عنوان أن تصفية حماس وغزة هي التي ستقود بعدها إلى مفاوضات سلام؟ ليس للولايات المتحدة لتدعم أو لا تدعم. الدولة الإسرائيلية هي الدولة لديها سيادة، مثل لبنان، مثل مصر، مثل المملكة العربية السعودية. كل دولة لديها سيادة، كل دولة لديها حق لرد لأي هجمات إرهابية وحق للدفاع عن النفس.
الولايات المتحدة لديها علاقة مع الإسرائيليين والدولة الإسرائيلية التي تسمح لنا الإمكانية لنتكلم معهم وجه لوجه وهذا سبب من الأسباب لماذا الرئيس بايدن بالرغم من الإمكانية لدينا لنتكلم معهم بالهاتف الرئيس بايدن أخذوا القرار خلال هذه الحرب وهذه الظروف الصعبة ليزور إسرائيل وليتكلم وليسمع منهم وهو قال لك هو كان يريد أن يسمع من الإسرائيليين ما هي الخطة لديها الدولة الإسرائيلية ما هي التفاصيل بالنسبة أي إمكانية للرد لهذه الهجمات الإرهابية كيف الدولة الإسرائيلية ستقوم بتجنب الضرر للمدنيين وهي قال هو قال إن نحن سنطرح ونستمر في الطرح كل الأسئلة الصعبة للإسرائيليين لأن لدينا هذه العلاقة لدينا هذه الإمكانية لنتكلم معهم بكل صراحة ولنسمع نعم منهم أستاذ نعم أستاذ سمويل، ولكن في مواقع نقلت بأنه جنرالاتكم اليوم تدير هذه المعركة في غزة، يعني أنتم تشاركون بإدارة المعركة ميدانيا على الأرض كأمريكيين، صح أو لا؟ لا خطأ، لا هذه المعلومة خطأ. منذ عقود كما لدينا مع دول كثيرة منذ عقود كانت لدينا التواصل بين الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي كما لدينا التواصل بين الجيش الأمريكي والجيش نعم اللبناني والجيش الأمريكي والجيش المصري لدينا هذه العلاقة الدفاعية وعسكرية بين الولايات المتحدة وكثير من الدول أنا وإذا أسألك، هناك أي دول نعم أنا أسألك لأنه موقع إكسيوس الذي نقل عن رسميين في الجيش الأمريكي هذه المعلومة، لهذا الأمر أسألك. الولايات المتحدة لدينا هذا التواصل مع الإسرائيليين ونحن نشارك المعلومات كما أنا قلت الرئيس بايدن وكل نعم المسؤولين الآخرين يطرح الأسئلة للإسرائيليين ما هي الخطة؟ نعم لأن لدينا هذا القلق بالنسبة للضرر للمدنيين نحن لا نرى أن مليونين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لازم يتحمل المسؤولية بسبب ما فعلت حركة حماس نعم نحن لا نتفق مع هذه الفكرة ولذلك نحن نطرح الأسئلة الصعبة للإسرائيليين كيف هي ستقوم بأي رد أي رد في نفس الوقت عندما تحاول أن تجنب الضرر للمدنيين نعم سؤال لو سمحت، هذا آخر سؤال وشكرا على وقتك. الرئيس الأمريكي بايدن عندما زار نتنياهو قال بأنه أمريكا ستكون إلى جانب إسرائيل بأي حرب مقبلة مع حزب الله ومع إيران، وبعدها سمعناه يقول موقف ربما يكون مغاير لذلك، لأنه عاد وقال من على الطائرة أنه لا، الولايات المتحدة الأمريكية ليست هنا لتشارك في أي حرب حتى لو حصل هناك حرب مع لبنان مع حزب الله. أي موقف هو الموقف الأمريكي الرسمي؟ إذا أنا لا أريد أن أدخل في أي فرضيات لأن لا نوصل حتى الآن لهذه اللحظة عندما هناك حرب أوسع من الحرب الآن لدينا أمامنا بين إسرائيل وحماس ولكن من الممكن أؤكد أن إذا ندخل في لاين الاعتبار نقل هذه مثلا حملات الطائرات المقاتلة والمواد العسكرية الأخرى للمنطقة هناك رسالتين هنا هناك رسالة للأصدقاء للحلفاء للشركاء لدينا في المنطقة نحن لدينا الإمكانية من الولايات المتحدة لحماية أنفسنا وأيضا لنوفر للحلفاؤنا وشركاؤنا الإمكانية للحماية هم أيضا هذا نعم رسالة ورسالة آخرى مهم جدا نعم للحزب الله للإيران لأي طرف من الأطراف التي تفكر بتوسيع هذه الحرب أو تدخل أو تقوم بأي نشاطات مزعزعة للاستقرار في هذه اللحظة الحشة والصعبة. نحن مستعدون الولايات المتحدة مستعدة لتأخذ أي إجراءات اللازمة بالنسبة أي تدخل أو أي توسيع. إذا نعم هناك رسالتين. هي توفير الإمكانية اللازمة والاستعداد اللازم هي عبارة ضبابية، هل لك أن تشرح لي ما هذه العبارة؟ يعني الإمكانية اللازمة، يعني هل هي تعني ربما لوجستيا، تعني عسكريا، وربما تعني الاشتراك في الحرب، أي عبارة أقرب إلى ما تقوله؟ نفس العلاقة اللي كانت لدينا مع كل الحلفاء وشركائنا لدينا في المنطقة منذ سنوات ليس هناك أي تغيير نحن الآن نقوم بكل الاستعدادات اللازمة
بالنسبة للنقل بعد الموال للمنطقة، نعم ولكن ليس هناك أي تغيير بالنسبة لكل هذه العلاقات اللي كانت لدينا منذ عقود، نعم وليس فقط مع إسرائيل ولكن مع بعض الدول الأخرى في المنطقة. نعم سؤال أخير، هل تتوقع الحرب، هل تتوقع أن تتوسع رقعة الحرب في المنطقة لتصل إلى لبنان؟ نعم أم لا؟ أنا لا أريد أن أدخل في أي فرضيات. نحن نتمنى ونحن من جانب الولايات المتحدة نأخذ كل الإجراءات لمنع أي توسيع، لمنع هذه الحرب لتوصل لأي أماكن أخرى. ونحن لدينا قلق، سمعنا ذلك من الوزير بلينكن، نعم نحن لدينا قلق بالنسبة أي ضرر للشعب اللبناني أو الشعب الأردني أو أي شعوب في المنطقة، بالنسبة أي إمكانية أو أي محاولة من أي طرف من هذه الأطراف لتحول أن توسيع هذه الحرب. إذا ننتظر معكم أستاذ سموال ما تفضلتم به في بداية هذه الحلقة عن هدنة إنسانية في غزة، أنه اليوم يجري العمل على هدنة إنسانية. ننتظر في الساعات المقبلة ما هي الأخبار التي ستريدنا من مجلس الأمن، ما إذا كان فعلا سيذهب الأعضاء خصوصا الدائمين العضوية في مجلس الأمن لإقرار هدنة إنسانية في غزة. هذا ما قلته يمكن بالبداية. بدي أشكرك أستاذ سموال، على أمل أن تتوقف هذه الحرب، وعلى أمل أن تتوقف هذه الصور التي نراها كل يوم، وعلى أمل أن تتوقف هذه المجازر، وأن لا نرى بعد صور أطفال وأكفان أطفال، رحمة بالإنسانية ورحمة بالقيم يلي اعتدنا عليها. شكرا لك أستاذ سامويل ويربرغ، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، شكرا لك على هذه المداخلة.